محمد عمرية يحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. معزتين وجدي لكل شاب: تربية الكلاب لا تسمن ولا تغني من جوع. أطالب وزارة الزراعة بتوفير ووضع خطة لمنح كل شاب يرغب في تربية المعيز والخراف، إن هي تديله وزارة الزراعة تديله معزتين وجدي أو خروفين إناث وذكر، بدل من تربية الكلاب اللي ملهاش لازمة. الشاب من دول بيربي كلاب على سطح بيتهم تيجي قد المعيز 3 4 5 مرات. لا، احنا كدولة المفروض ندي للشاب معزتين وجدي، بدل ما العيل يقعد يربي في كلاب ملهاش لازمة، ويقعد الكلاب دي يخرجها على الناس في الشارع تهوهو عليهم او تعض حد او تعض طفل او الكلام ده. يربي معيز، وزارة الزراعة تديله المعزتين والجدي ويربيهم، ولما المعيز تولد وزارة الزراعة تاخد نص المواليد اللي هيتولدوا كسداد دين. يعني وزارة الزراعة تديله المعزتين والجدي بضمان مثلا مرتب ابوه او بضمان حد من قرايبه، ويربي الشاب، يربي ويأكل ويكبر والكلام ده، والمعزتين يخلفوا. كل معزة على فكرة بتولد من 3، في انواع بتولد 3 وفي انواع بتولد 7 معيز. الشاب هيلاقي نفسه بقى عنده 6 معيز مثلا، لو المعزتين دول بيخلفوا 3، النوع ده لو بيخلف 3، او لو النوع ده بيخلف 7، يبقى عنده 14 معزة بعد 5 شهور، لان مدة حمل المعزة 5 شهور بالظبط، 5 شهور وبتولد وبتلاقي عندك معيز صغيرة جديدة. هتلاقي عندك لو خدت من النوع اللي هو المصري العادي اللي بيسموه النوع الزرايبي، هيبقى عندك 6 معيز، المعزتين هيخلفوا لك كل واحدة هتخلف 3، يبقى عندك 6. لو من النوع التاني اللي هو بيسموه السوري او القبرصي او اللبناني او الحاجات دي، هيبقى كل واحدة هتخلف لك 7، يبقى عندك 14 معزة بعد 5 شهور موجودين عندك. تدي وزارة الزراعة منهم النص كسداد، لان وزارة الزراعة تدي لك الحاجات دي او تدي لك المعيز دي والجدي دول، هتديهم لك كقرض، وانت كشاب ربي وتديهم النص وتاخد انت النص، يبقى معاك فلوس تقدر بعد كده تكبر المشروع لو عايز، تقدر تكتفي بده ويبقى عندك المعزتين وتبيع الباقي. طيب نقول بقى، نفهم برضو الشباب اللي هيشتغل في الموضوع ده. المعزة زي ما قلنا، هعيدها لكم تاني، المعزة بتحمل وبتولد بعد 150 يوم، يعني يعتبر بعد 5 شهور، تمام. بتولد زي ما قلنا نوع بيولد من 3، نوع بيولد 3 معيز، ونوع تاني بيولد 7 معيز. طيب المعزة دي بتبقى وزنها قد ايه؟ في معزة وزنها بيبقى 30، من 30 ل 50 كيلو، وفي معزة بتبقى وزنها من 60 ل 90 كيلو. يعني هيبقى عندك دخل كويس جدا، احسن من تربية الكلاب والكلام الفاضي ده. هتبقى عندك مثلا 7 معيز مثلا، يعني المعزتين هيولدوا لك 14 معزة، وزارة الزراعة هتاخد النص عشان كسداد من اللي عليك، وانت هتاخد النص، يبقى معاك 7 معيز. 7 معيز، المعزة من دول لما تكبر هتتباع بكام؟ او لما تكبرها شوية كده هتتباع بكام؟ المعزة بتتباع من 3000 ل 5000 جنيه، يعني اضرب بقى 5 في 7، هتبص تلاقي نفسك معاك مبلغ محترم، غير ان انت هتاخد منها لبن كل يوم. لبن المعز ده لبن مهم جدا، اهم من لبن البقري والجاموسي والحاجات دي. لا، المعزة بتجيب قد ايه لبن في الموسم؟ بتجيب من 200 ل 300 كيلو. المولود ما بيستهلكش الربع بالظبط، وانت بتاخد الباقي. انت بقى ممكن تبيعه، ممكن تشربه انت واسرتك والكلام ده كله. هتقول لي اصل المعيز هتعمل حمام وهتعمل بتبي وهتغرق السطح، هتبوظ الريحه ومش عارف ايه. طب ما الكلاب بتعمل المعيز بقى، معلومه، بتعمل حمام اقل من الكلاب، يعني تعمل حاجات بسيطه جدا اقل من الكلاب، يعني مش هتضر في حاجه، بل بالعكس هتفيد. هتفيد في ايه؟ ان انت هتقعد كل مثلا اسبوع تكنس ده الروس بتاع المعيز، تكنسه وتجمعه، واخر الاسبوع ممكن تبيعه
للحقول الزراعيه. بيتباع النقله مثلا بتوصل ل 3000 و5000 جنيه نقله الروث ده، بيعتبروه سباخ مهم جدا. دي حلقه النهارده، حبيت اوصلها واطلب من وزاره الزراعه ان هي توضع خطه لده، وحبيت افهم الشباب ان ممكن تربي معيز بدال الكلاب، وممكن تعمل المشروع ده بعيدا عن وزاره الزراعه. لو معاك فلوس هات لك معزتين واعمل المشروع دوت قصاد بيتكم، هتكسب منه كويس وهتربي وهتبقى مبسوط جدا، بدل ما تمد ايدك لحد وتقول له انا محتاج. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.